طبعا لا تنسون يا جماعه الخير هالابتسامه الجميله. بالله عطنا لقطه على صوره الوليد هذا، ما شاء الله تبارك الله. الابتسامه الجميله هذه ما انطلقت الا من البذل والعطاء من قبل كل من يريد القرب لله عز وجل. وقف ايتام حائل ينتظركم. يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله وصلنا ل 64%، ونامل من الله عز وجل ان نختم هذا الوقف عاجل غير آجل. فازرعوا تلك الابتسامة على جميع الأيتام. اليوم الاثنين، يعني يمكن كثير صائم اليوم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم. فأنا أقول اللي صائم يكملها بصدقة، واللي ما صام يتوج يومه بصدقة. أسأل الله أن يسعد الجميع وأن يبارك في الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.